بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا وحلقه جديده من اسال مع دعاء. انما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. يقال انه ده يعني من اهم الاحاديث اللي جاءت في ديننا الحنيف، وانه يعني بهذا الحديث وبالنيه وباستحضار النيه يا اما تصلح كل الاعمال يا اما قد تفسد، يعني قد يكون في اعمال يعني بحمل جبال ممكن تروح هباء منثورا لانه النيه غير مستحضره وغير سليمه. خلونا نسال عن النيه بكل تفاصيلها، ازاي نستحضرها، وايه النيه الواجبه اللي لازم نعملها ولو ما عملناهاش ما ينفعش العمل، وايه النيه المستحبه، وايه يعني النيه اللي ناخد بيها ثواب. فضيله الشيخ احمد الصباغ، ازاي حضرتك؟ ربنا يحفظك ويحسن نياتنا يا رب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. ومرحبا بحضراتكم في برنامجكم اسأل مع دعاء، وصلي على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنما الأعمال بالنيات. إنما دي يا فندم تفيد الحصر والقصر. إنما الأعمال بالنيات، يعني عمل بلا نية كشجر بلا ثمر. عمل بلا نية كإنسان عقيم لا ينجب، مع الاحترام طبعا ده أمر الله سبحانه وتعالى. يعني أقصد إيه؟ لا يؤتى من عمل بلا نية خير. نضرب مثل. كان في واحد اسمه واحدة اسمها أم قيس، هجرت مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. الحديث ده سببه كده. ففي واحد كان بيحب أم قيس فسأل عليها عشان يخطبها. يتقل لحد ما سأل له ده هاجرت مع النبي، قال بس والله ما انا عتقها وسايب مكه ومسافر المدينه. ما بقولش هاجر اهو، ما ايه مسافر. عشان خاطر ام قيس. فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله، ده جاي عشان ام قيس، هو جاي مش عشان يهاجر ولا ليه ثواب الهجره. ده لولا حبيبته هنا ما كانش ايه جه، ما كانش جه. فجي سيدنا النبي مد الحديث الجميل ده اللي هو يساوي تقريبا تلت الدين. العلماء قالوا تلت الدين في هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. مهاجر، وسمي مهاجر أم قيس. سمي إيه؟ مهاجر أم قيس، يعني اللي هاجر عشان خاطر حبيبته أم قيس. خير. قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته أهي إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله هو حر. ده في القصة دي، في القصة دي. ومن كانت هجرته أهي لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أم قيس، فهجرته إلى ما هاجر إليه. خلاص هو حر. الراجل واضح وصريح، انت جاي عشان فلان، انا جاي عشان فلان يا رسول الله. خلاص انت حر. ولذلك سيدنا النبي كان بيشاور يقول الى قلبي، يقول التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ويقول صلى الله عليه وسلم ما فضلكم ابو بكر، يعني ما زاد عنكم ابو بكر الا بشيء وقر في قلبي وصدقه العمل. فعايز اقول لحضرتك، النيه الصالحه تصلح العمل الفاسد، والنيه الفاسده تفسد العمل الصالح. وعايز اقول لحضرتك، يوم القيامه يا فندم ممكن الإنسان يأتي بأعمال أمثال جبال تهامة، بس نيته ما كانتش لله، كان فيها رياء وفيها نفاق وفيها سمعة، عشان يقولوا ده فلان كريم ويقولوا فلان شجاع، ده بالسلامة عشان إيه؟ نية فاسدة. دول اسمهم إيه يا فندم؟ وده الحديث اللي أنا بخوف بيه نفسي قبل ما أخوفكم، معلش، يا بخت من بكاني وبكى الناس علي، مش كده برضو؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الأول من تصعر بهم النار يوم القيامة، الشظايا الأولى في النار، اللقطة الأولى في النار، من يا رسول الله؟ تصوري. أما بحسب الحديث، لا قال سارق ولا قال زاني ولا قال قاتل، قال إيه؟ قال شهيد ومنفق وعالم وقارئ قرآن. يا ساتر يا رب. بس مش كلهم بقى. خير يا رسول الله؟ قال أما الشهيد فيقب بنادي الله فيسأله الله لما قاتلت واستشهدت، يقول له فيك يا رب ولوجهك، فربنا يقول له كذبت. ياه، لما ربنا يقول للواحد مننا يوم القيامة كذبت والعياذ بالله، ولكن جاهدت وقاتلت وقتلت ليقال شجاع، يقول البطل فلان، وقد قيل خدت حظك فين؟ في الدنيا. ثم يسحب على وجهه إلى النار. يا
يا ساتر يا رب. تعال انت ايها المنفق بقى اللي عملت دور ايتام وعملت كذا كذا للرياء وسمعه، لما فعلت ذلك؟ قل يا رب فيك والوجه كله كذبت، ولكن عملت ذلك او فعلت ذلك ليقال جواد يعني كريم، اللي في ايده مش ليه ده راجل ايه، وهو يفرح بالكلام ده قوي. وقد قيل اللي انت عايزه خدته، فيسحب الى النار. طب والقارئ القران لما قرات؟ يقول له فيك يا رب. يقول له لا، قرات ليقال قارئ. يقول له العالم الفلاني الحبر الامه العالم الرباني خير. وقد قيل فيذهب به الى النار. العامل المشترك في دول ايه يا فندم؟ ها الرياء، النيه الفاسده، ان هم طب والعامل المشترك هم عملوا حاجه مش عشان حاجه عظيمه وحاجه عظيمه، لا يعني اقصد انه فيها رياء قوي، لان كل الاعمال دي فيها رياء، ان هو عايز الناس تقول عليه. خطاها بين قوسين، نيه فاسده مش لله. كان شيخنا يقول لنا اعمل لوجه واحد يكفيك كل الوجوه. طب الثلاثه اللي دخلوا يا فندم الغار ونزل عليهم الصخره، واحد قال يا رب ده انا بنت عمي انا كنت معاها زي الواحد ومراته وسبتها لله، فلو كان ده كذا. وده قال يا رب ده واحد ساب الاجره بتاعته، حضرتك فاكرها انطبق عليهم الغار، وبعدين انا قلت له الغنم ده كله بتاعك في الاجره القديمه. الله. وده كان ليه ابوان شيخان كبيران لا اشرب قبلهما لبن انا واولادي مش عارف ايه، فانفتحت الصخره وخرجوا. ايه العامل المشترك؟ النيه الصالحه. يبقى النيه الصالحه تنجي، تفرج الكروب، تزيل الهموم. النية الفاسدة تودي جهنم والعياذ بالله. انت نيتك خلاها لله، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعي يقول اللهم اني اعوذ بك من عمل اردت به وجهك فخالطني فيه غيرك. طيب خليني برضو ارجع للقصة بتاعة الهجرة بتاعة ام قيس. لانه احيانا واحد مثلا يطلع شغل في الاراضي المقدسة وقت الحج، هو طالع شغل تمام، فيقولوا له طب ما تيجي تحج بالمرة، فدي سؤل الرسول في الكلام ده يا فندم. ده سؤل، فدي تتظبط ازاي؟ احيانا واحد يبقى ايه نازل في قافله من بتاعه الخير، ده شغله وبيقبض عليه ومش عارفه ايه، فطب ما تعالى وزع معانا، يعني ايه الحاجات دي تتظبط ازاي؟ وهل هم وهم بيشتغلوا وبيقبضوا وبيعملوا يستحضروا النيه؟ عارفه يا فندم ده بقى اديهم حديث من النبي صلى الله عليه وسلم. ديت رساله مني لهم جميله قوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم يثاب المؤمن رغم انفه. ترجميها كده بقى، يعني غصب عنك ربنا وانت مش واخد بالك. وسيدنا النبي سئل في الكلام ده، قالوا له يا رسول الله نحن نسقي الاغنام او نسوق الهدي او نخدم الحجيج، فسيدنا النبي قال لهم اوقفتم معنا عرفه؟ اطفتم معنا؟ ارميتم معنا؟ لقد حججتم. النبي قال كده، ونزل القران قال كده، قال وبتغوا الحج اشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أهي الآية اللي حضرتك بتدور عليها إيه؟ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. يعني ممكن واحد يكون تاجر رايح يتاجر هناك بس حج واحد سواق وحجة وعمرة ما في مشكلة، طالما عمل المناسك خلاص فالنية. فده بقى يساب المؤمن رغم أنفه. يبقى أنا بقول يا فندم النية ثم النية ثم النية. وفاكره يا فندم لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قسم الدنيا كلها، قسم البشريه كلها لاربع انواع. النوع الاول قال ايه؟ انما الدنيا لاربعه نفر، يعني الدنيا اربع انواع، الدنيا الناس في الدنيا اربع اقسام. قسم اتاه الله مالا وعلما، مال ركز، مال وعلم، فهو ينفقه اناء الليل واطراف النهار، يصل به رحمه ويعرف لله فيه حقه، فهو باعلى المنازل، ده اعلى حاجه اللهم اجعلنا منهم. طب والتاني رقم اتنين، رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فقير خالص بس ربنا مديله فهم وفاهم مع ربنا، فيقول يا ليتني مثل الأول، أما يا رب لو اديتني أعمل برج زي فلان ده، أو أعمل مستشفى خيري، أو أعمل دار أيتام، أو أجهز عرايس يا رب لو معايا. عارفة سيدنا النبي قال إيه؟ قال فهو بنيته رقم اتنين، فهو مع الأول في الأجر سواء. مركزة في دي بقى؟ أيوة. طب رقم ثلاثة، رجل آتاه الله مجموعة، يعني كلمة رجل دي يعني مجموعة من الأمة، يعني رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يتخبط فيه أثناء الليل وأطراف النهار، لا يصل به رحمة ولم يعرف لله فيه حقه، فهو بأخبص المنازل والعياذ بالله. رقم أربعة بقى الطمة الكبرى، رقم أربعة، رجل مجموعة لم يؤتهم الله مالا ولا علما، فيقول يا رب ليتني مثل رقم ثلاثة ده، اسهر سهرات حمراء واروح ملاهي ليليه واعمل مش عارف الخمر واشرب مش عارف ايه، يا رب هذه العيشه ولا بلاش. عارف لو النيه صادقه سيدنا النبي يقول ايه؟ فهو بنيته مع انه ما عملهاش بس نواها. عارفه النبي يقول ايه؟ فهو بنيته، مش احنا عندنا ركزي هقول لك دي بس، فهو بنيته فهما في الوزر سواء. طيب مش احنا عندنا السيئه ما تتحسبش؟ من هم لو ما اتعملتش نكمل الحديثين بقى ازاي؟ نجيب لك الحديثين قصاد بعض. الحديث الاول، من هم بحسنات ولم يفعلها كتبت له حسنة، فإن فعلها كتبت له عشر، ومن هم بسيئة ولم يفعلها
كتبت له حسنة لأنه تركها من أجل الله، فإن فعلها كتبت له سيئة واحدة والله يغفرها. طب إزاي بقى أنا أنوي شر وربنا يكتبه عليه وأبقى في الوزر؟ قال لك لأن ده بتبقى نية صادقة، والله علم في علمه الأزلي إن لو فلان ده اديت له فلوس أو اديت له مال فعلا هيعمل زي ده بعلمه. وذلك في مثل بيقول إيه، ما تعرفش فلان ده ربنا لو اداله هيبقى إيه. عارفة كل ذي عهد جبار. تمام، احنا بعد الفاصل هنسأل في نية الصلاة ونية الوضوء والنيات اللي هي نية الصيام. الزكاة كل الفروض النية فيهم يعني هي واجبة مفروضة ولا لا، بعد فاصل قصير. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية. التلفظ بالنية في حال الفرض، يعني أنا دلوقتي داخل أصلي الظهر، نويت صلاة الظهر ولا خلاص أنا عارفة أن أنا داخل أصلي الظهر فخلاص النية مستحضرة طبيعي. رمضان دايما يقولك قبلها يلا استحضروا النية، انو أنكم هتصوموا شهر رمضان كله. الزكاة ما تطلعش فلوس غير لما تنوي أن دي الفلوس دي من الزكاة، الفلوس دي صدقة أو الفلوس دي من الزكاة، كل ده إيه مدى صحته ومدى يعني؟ بص يا فندم، خدها قاعدة في كل أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. كل ما تفتحي الفقه الإسلامي وتدرسي فيه ويقول لك أركان الصلاة تقولي رقم واحد تلاقيها النية، طب أركان الصيام رقم واحد النية، طب أركان الصلاة رقم واحد النية. بس النية بقى اللي هي إيه؟ النية محلها القلب. كنا زمان واحنا عيال صغيره كنا نقف جنب جده في الجامع في البلد ويقول ايه، نويت اصلي العصر 4 ركعات سرا خلف الايه، على ما يقول يكون الامام خلص الصلاه. هو طيب وناس طيبين، طب احنا نتلفظ ولا نتلفظ؟ قال لك لا، النيه محلها القلب. حتى كان في شيخ كان بيعلمني زمان وقال كلمه، قال من تلفظ بالنيه فقد اساء الادب مع الله. قلت له ازاي؟ قال هو انت جاي لسه هتقول لربنا انت هتعمل ايه؟ هو مش عارف يعني؟ فانا قايمه اتوضى عشان ايه يا فندم؟ عشان اصلي بس. دي نيه أيما الصحر عشان في وضوء في نية للوضوء وفي نية للصلاة. أيوة بالظبط. ما أنا دلوقتي كوني إن أنا رايح أتوضى دي نية، أنا بفتح الحنفية أو أعزكم الله بجهز نفسي للوضوء دي نية. طب بتوضى ليه؟ عشان أصلي. طب أيما الصحر ليه؟ أيما الصحر عشان أصوم، عشان أصوم دي نية خلاص. يلا يا أولاد أشتري ملابس الإحرام عشان أنا حجزت. طيب الواحد يبقى بيصلي عليه الحاجة الوحيدة يا فندم إن أنا متلفظ بها في النية ودي مفاجأة، الحاجة الوحيدة الحج والعمرة فقط. لبيك اللهم بحج او لبيك اللهم بعمره عني، او اللهم ارزقنا الحج والعمره قريبا. وانت بتصلي ساعات كده قولي امين. امين يا رب. امين يا رب. بتصلي ساعات، فوانت بتصلي ده الظهر، ده الظهر بتقول لنفسك كده لانك ما نويتش النيه قبل، انه احيانا مثلا بنصلي ظهر وعصر بره يعني، المهم يعني فتذكر نفسك وانت بتصلي. مفيش حاجه خالص، ده عادي، مفيش حاجه خالص. طيب الزكاه يقول لك ايه؟ لازم لا نية عشان ركن، عشان ركن من اركان الاسلام. الزكاه بقى ازاي؟ الركن الزكاه فريضه، والنيه النيه فيها ركن من اركانها. لازم انوي ان دي زكاه. وذلك انا بقول مثلا انا معايا مبلغ من المال عليا مثلا 10 قروش زكاه، وبطلع 5 صدقه. لازم وانا بطلع اقول دي صدقه، مش اقول يعني لنفسي، في نفسي مش ما اقولش خد زكاه، وبقول للحته اللي انا. ومصارف الزكاه غير مصارف الصدقات كمان. مصارف الزكاه لازم الفقراء والمساكين والعاملين عليها، انما الصدقه فيها بحبحه شويه. ندي اللي انا عايزه، وندي القرايب، ندي اي حد، انما الزكاه ده ركن زي الصلاه، ركن زي فرض زي الصلاه زي طيب. الصيام زي الحج. طيب اخد اتصال من زينب. الو، اهلا اهلا يا زينب، اتفضلي. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. بس حضرتك، انا حكم الاخ كان مقاطع اخوات ابونا. حكم ايه؟ اخونا الكبير كان مقاطعنا قبل ما يموت، يعني ومات وهو مقاطعنا. احنا ما عملناش حاجه، باقسم بالله ما في حد عمل له حاجه، بس موضوع الورث والكلام ده كله، وهو اخذ حقه. طب وانتوا خدتوا حقكم؟ هو اخذ حقه. وانتوا خدتوا حقكم؟ كل واحد واخد حقه بمرض الله. طيب هو اخوك الوحيد؟ لا، ده احنا 8. ما انا فاهم، يعني هو الصبي الوحيد ولا في غيره؟ لا، في
لا في زيه في ثلاثة كمان. طب هو أخوك الكبير وقولي لي كان عيان أو كده؟ هو عيه وما حدش راضي يقول لنا لما اتوفى. يعني انتوا يعني حتى ما سالتوش عليه وهو عيان؟ لا احنا ما كناش نعرف. يعني حتى مكانه ما كناش نعرف، هو مشي من البيت من مكانه اللي هو فيه بحكته، يعني زي ما تقولي اتنصب عليه في يعني الشقق اللي خده والحاجات دي. احنا مالناش ذنب في اللي انت بتعمله. طيب حالكم ايه يا فندم؟ حالكم ايه مع اولاد اخوكي ومراته بعد الوفاه؟ بعد الوفاه انا جبتهم البيت و انا واختي الثانيه جبناهم وضبنا لهم شقتهم اللي تحت اللي هم بقيت ورثهم اللي فضل من ورثهم. جدعه ما شاء الله. وبعد كده برضو الولاد تقول واخدين يعني الام مشرباهم ايه انا ما اعرفش. العيال برضو مش بحاول اقرب بقدر الامكان وبرضو هم بيبعدوا. هو السؤال ايه بقى يا فندم؟ السؤال ايه؟ حقنا حقنا حقنا. طب ما انتوا واخدين حقكم. السؤال ايه بقى؟ اقسم بالله واخدين حقهم. انا عايز اعرف اعمل ايه معاهم. انا بحاول اقرب والعيال تبعد. حاضر. هو حاضر. كمان مش عارفه يعني انا خايف عليهم. كبار كبار ولا اطفال؟ العيال كلهم كبار. حاضر. البنت متجوزه والولاد مش متجوزين بس كبار. حاضر يا فندم حاضر. عايز اعرف هو يعني انا قلقان عليه. والدتك موجوده ولا والدك؟ بابا وماما متوفيين. الله يرحمهم. حاضر يا فندم حاضر. وهم ضيعوه، يعني هو ضيع نفسه، هم ضيعوا لانه بص يا فندم انا دايما بقول كلمه بس بقولها وقلبي موجوع لان انا بشوف الحاجات دي كتير قوي. كم من اخوين من ظهر رجل واحد ومن رحم ام واحده واكل في طبق واحد واكل من رغيف واحد ونام على سرير واحد وفرق بينهما الدينار والدرهم. فانا عايز اقول هو خلاص افضى الى ما قدم. بنادي على الست المتصله الاصيله اللي كلمتني تبلغي اخواتك او اللي بيسمعونا او تبلغوهم اللي بيسمعونا دلوقتي. يعني عفى الله عما سلف والرجل بين يدي الله سبحانه وتعالى واذكروا محاسن موتاكم. فانت تقولي دلوقتي ورايا او اللي يسمعونا بعد كده يقولوا اللهم اني اشهدك ان قد عفونا عن اخينا فاللهم اعفو عنه. سامحوه وعفوه لله سبحانه وتعالى. وكملي بقى المسيره مع اولاد اخوك ومراته حتى لو هم ايه باللزج من باب ده صله الرحم. طب هم انا بوصل وهم يقطعوا يا استاذ دعاء او انا بعمل خير واتقلب عليهم شر. فالنبي قال له لا ديم على هذا فكانما تسفهم المل اللي هو التراب الايه التراب الحار. فمعلش ودول كبار هيسالوا برضه يعني هم ايه عشان كبار وبالغين هيسالوا امام الله في القطع. لكن انت لا تقابل السيئه بالحسنه لا تقابل الحسنه السيئه بالسيئه ولكن ادفع بالتي احسن. وانا مبسوط بيكي ان انت جبتهم بيتكم واديتهم مراسهم واهتميت بيهم لوجه الله سبحانه وتعالى. هي تعمل اللي عليها وخلاص. هم يفضلوا بقى يتذمروا او يقولوا او بتاع مش موضوعنا. ولا تزر وازره وزر اخرى. دعاء. ايوه اهلا بيك. عليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك استاذه دعاء؟ اهلا بيك. اهلا بيك. كنت عايزه اسال سؤالين. اتفضلي. اول سؤال في موضوع الدين. تمام. دلوقتي لو شخص ما ادى بضاعه لحد يبيعها له تمام وقد يكون اخ من اخواته وفي نفس الوقت الاخ ده كان عليه ايه فلوسه تمام وعدت الايام واتنسى الموضوع وجه الاخ ده اتعذر التاني اتعذر في شيء واستلف منه وراح جه بعد كده على سبيل السلف فراح قال له ايه جه بقى ميعاد الرد قال له لا ما هو ده مقابل الايه احنا كده خالصين. فهمت تمام. هل يحق لي ده يعمل ده؟ طب ده يا فندم واخد على اساس دين يبقى لازم يرده حتى لو كان له فلوس قبل كده. حاضر حاضر. ده حاجه. حاضر. ده واحد. نمره اتنين لو في شخص كان مقاطع شخص معين ونوى من جواه ان هو الظروف بس تسمح له والشخص ده في بلد تانية انه هيسافر وهيقابله وهيصلح الدنيا ولكن وفاته المنيه تمام؟ خلاص الاعمال بالنيه. حاضر اقول لحضرتك برضه. حاضر. هل النيه دي تحسب للشخص اللي نوى؟ كان ناوي يصالحه بس مات قبل ما يصالحه صح؟ تمام. يعني اللي هو الشخص اللي كان رايح يصالحه اتوفى اللي هو كان رايح يصالحه مش اللي كان مش ايوه ايوه الشخص نفسه توفى. أيوة أيوة. وهو انا طيب. حصل سين ده مات انا بروح له عشان كده دايما بنقول ما ناجلش. أيوة. هو حاسس بالذنب تمام. فهل تحسب ليه النيه دي؟ طب انا هسالك سؤال بس في السؤال الاولاني. أيوة. بالنسبه للراجل اللي كان عليه دين لزوج حضرتك او اخو او الراجل ده يعني اللي هو كان الفلوس كنت متوقعين ان يردها ولا كنت فقدت الامل في الفلوس دي خالص؟ لا هو كان متوقع ولكن هو ادى الشخص انه مش انه لا ملوش حاجه عنده وانه مش هيسد. تمام يا فندم ماشي تمام. حاضر شكرا ليكي.
طيب انا الاولانيه دي ده الاولاني ده لا فرنطها لي كده، انا مش فاهمه قوي. بص يا فندم، هي بتقول على ما فهمت يعني ان هي ادته بضاعه للراجل ده بدين يعني، وهيدي فلوس البضاعه لصاحب البضاعه، فكل البضاعه بالفلوس. قال لا مش هسدد، ودارت الايام وادمت الايام، فصاحب البضاعه اللي هو الاصلي اتعذر، فاستلف من الراجل اللي كان حقه فلوس. مركزه يعني دعاء خدت مني بضاعه لدين ونكرتها بعد كده. أيوة. احمد الصباغي اتعذر، فقلت لك طب دعاء ممكن تديني مثلا 100,000 جنيه سلف، وانا ليا عندك 100 بس ناسينهم بقى. فاخدت ال 100,000، فانت جايه تقولي لي بعد شهر فين ال 100,000؟ قلت لك لا يا فندم لا خلاص انسي بقى، دي قصدي. كده وصلت المعلومه. هل ده يجوز؟ يجوز في وقت واحد. هو خد خلاص حق. ما هو يجوز في وقت واحد، مش ياخد حق. يجوز في وقت واحد اذا كان هناك فقدان الامل في ان هو يرد، وان يبقى الدين ده مقابل الدين اللي عليه، ما يبقاش في زياده، ولو في نقص ما فيش مشكله. اللي هو طب هو التاني وهو بيدي له ال 100,000 ما يقول له خلاص دي ال 100,000 اللي كنت واخدهم منك بضاعه قبل كده؟ مش هيقول له، ما بتقول لك هو ناكر، هو مش معترف بيه ومش عايز يسدد، ما هي هي دي المشكله. فهو ما صدق ان هو، وممكن حتى لو نيته من الاول ان انا هاخد فلوسي بالطريقه دي هتجوز عشان ياخد حقه، بس بشرط يكون التاني مماطل واكولي ومش معترف بالحق ومش عارف اجيبه. بس العلماء قالوا ايه؟ يعني الفيصل انه يكون فعلا واكل عليه، اخد حقي من غيري اللي هو مش معترف بيه، او اللي هو ماطل فيه، او اللي هو عايز ينصب عليا فيه، بس بشرط ما خدوش بمنكر، او ما خدوش بضرر او اذى يقع عليه. فهو كده خده بالادب. المنكر ده اللي هو ايه؟ اروح اضربه مثلا واخده، او اقطع عليه الطريق وهو ماشي واسرقه، او اخد عربيته من تحت البيت وامشي مثلا يعني. انما هو كده خدها بطريقه مهذبه. هل يجوز؟ يجوز طالما ده خدها يعني قال له هات اديني فاداله. جميل. بالظبط. اصل بيقول لك اخذ الحق حرفه. والناس بقى ويروحوا يجيبوا بلطجيه ومش هناخد ده، لدرجه ان بعض الفقهاء يا فندم هتتفاجئي ان بعض الفقهاء قالوا هل يجوز ان انا اسرق واحد لي حق عنده؟ يعني انا مثلا لي 10,000 جنيه عند دعاء مثلا، وبعدين هي عزماني او ركبت العربيه لقيت فيه 10,000 جنيه في طبق العربيه، ينفع ياخدها؟ ينفع اخدهم طالما هي انكرت الحق تماما ومش قادره وبتقول لا مش هديهم لكم، معترفه بيهم، ينفع اخدهم واقول لها بعدين؟ يعني ينفع؟ دي مش سرقه، ده اخذ حق، بس بشرط عشان بس يبقى الكلام واضح. يبقى اللي خد الدين انكره مش معترف بيه، وفي شهود ان هو خد مني الدين وقال لك والله لو تمسك بقى زي ما بيقولوا ايه، تطلع السما تنزل الارض، مالكش حاجه عندي. انا اخدها بحرفتي بقى. هل يجوز الكلام ده؟ يجوز، بس بشرط ما فيش اذى ولا ضرر يقع على فلان ده. طيب السؤال الثاني، انا رايحه اصالح فلان انا رايحه اصالحه ده توفى، خلاص يبقى نيتي صادقه، بس احنا قصرنا في حاجه، في عدم السرعه طبعا. ولذلك انا دايما النبي صلى الله عليه وسلم هو قال الحديث ده النبي، بس احنا يعني مش فاهمين الحديث قوي. الحديث بيقول لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث. ليه فوق ثلاث؟ انت عارفه عشان الموت. صح. يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدا بالسلام. وفي من اصعب الاحاديث اللي انا قراتها، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، فان فعل ومات على ذلك دخل النار. والحديث في مسند احمد. لما قالوا دخلوا النار مخلد يعني، ولا ياخد جزاءه ولا ايه؟ بس بشرط ما يكونش التاني غلطان فيا. زي دايما ما بقول، احيانا بيبقى البعد غنيمه والهجر غنيمه، واهجرهم هجرا جميلا. صحيح. بس بشكر حضرتك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ احمد الصباغ. عندنا فاصل قصير ونعود. مشاهدينا مرة تانية في سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. برحب بفضلة الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق. أهلا بحضرتك يا دكتور. كنت عايز أسأل حضرتك، هي سورة البقرة تقريبا 3/4 آيات الإنفاق أو آيات كثيرة من الإنفاق موجودة في سورة البقرة بالتحديد وراء بعض، يعني لماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وبعد. أولا سورة البقرة كما قال عليه الصلاة والسلام عنها في حديث صحيح مجمع على صحته،
عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطل أي السحرة. ولذلك ناس كثيرون يحرصون على حفظ سورة البقرة وكثرة قراءتها، بالذات لو قرأناها في البيت مرة كل 3 أيام تجعل البيت تماما بعيد عن الشياطين أو الشياطين بعدين عن البيت يفرون. نص عليه الصلاة والسلام إذا قرأ سورة البقرة في بيت هرب منه الشيطان 3 ليال تماما. نمرة 2، سورة البقرة كما تعرفين هي أطول سورة على الإطلاق، 286 آية، ما فيش أبدا سورة كده. من حيث مش بس عدد الآيات، ده كمان الآيات مش ليست قصيرة، عندنا صور آياتها كتير لكن قصيرة زي الشعراء مثلا هتلاقي الآية كلمتين، إنما سورة البقرة آياتها طويلة بل فيها أطول آية وهي آية الدين. والعجيب ما سمتش آية الدين وهي أطول آية على الإطلاق في القرآن الكريم كله. ثم سورة البقرة بتقع في حوالي جزئين ونص تقريبا، الجزء الأول والثاني ونصف الثالث تقريبا. سورة البقرة فيها أيضا آية الكرسي وهي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأعظم آية لأنها تتناول فقط الحديث عن الرب سبحانه وتعالى وعن أسمائه وصفاته وإلى آخره. ثم سورة البقرة تناولت فريضة الصيام، فريضة الحج، ومع ذلك ما سمتش إلى سورة الصيام. ولم يذكر رمضان إلا فيها، ولم تذكر سورة رمضان. ما تقالش سورة صحيح رمضان. صحيح. وذكر فيها آيات الإنفاق. وجاءت متتالية وراء بعضها وضارب أروع الأمثلة في مسألة الإنفاق. بين من ينفق بإخلاص فيبارك الله سبحانه وتعالى له، ويضرب المثل بهذا على وابل نزل على أرض طيبة خصبة فآتت أكلها ضعفين، ما جالهاش الوابل ده اللي هو المطر فجالها الندى، فاطل أحسنتي. في المقابل هذا الذي ينفق رياء ورئاء الناس وتسمعا، زي حد جاب مية رشها على حجر فالحجر بينضف، عندك ترابيزة كده رخام ولا بتاع بتحط مية تنضف التراب، فما سابتش أي أثر لأي حسنة. ده المقصود. وضربت مثل آخر للرجل الكبير في السن قد إيه بيكون محتاج لمال، يعني إحنا لما بنكبر بقى مستنيين بقى معاش يجي عشان نستند عليه. الواحد حوش حاجة قدر يستند عليها، ده عنده حديقة غناء فيها زراعة زي مزرعة فيها خير وبتاع، فمطمن بقى وعنده عيال صغيرين. فهو كبر في السن مش قادر يشتغل وعنده عيال صغيرين، بس مطمن عنده حديقة ما حصلتش ومزرعة هتغني وتثمر وبتاعه، والعيال يصرفوا منها ويتبسطوا. فجأة نزل عليها حاجة من عند ربنا حرقتها فأصبح صفر اليدين. كل هذا في سورة البقرة. صحيح. ومع ذلك لم تسمى إلا باسم البقرة. والعجيب جدا ليه البقرة مع إنها حاجة خارج هذا السياق تماما. أولا ربي أراد بهذا الاسم إن مجرد ما أقرأ الفهرس إن يجي في بالي بنو إسرائيل وكيف عنادهم وكيف جدالهم حتى مع نبيهم. يعني أنتم مؤمنين بنبيكم ورحين تستشيروه في قضية غيبية، أنتم مش عارفين مين اللي قتل شخص ما، فرحين له، فيقوم موسى عليه الصلاة والسلام يتجه اتجاه عجيب جدا. ما يقول لهم شوف لان القاتل، أو طيب استنى من ربنا يوحى إلي، يقول لهم اذبحوا بكر. عنده أتتخذون هزوا، فيقول أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أنا مش ممكن أكون بهزر معاك ولا بهزأ بيكو. طب قول لنا بقى لونها إيه، لأ شكلها إيه، حجمها إيه، ما تروحوا لأي عجلة ماشية في الشارع أنا آسف ولا بقرة وتذبحوها. أيوة. وتخلص المسألة، لكن شددوا فشدد الله عليهم إلى آخر ما ذبحوا بقرة وضربوا بها هذا القتيل فأحياه الله. هل ربنا محتاج أن يضرب القتيل بجزء من البقرة عشان يحيا؟ ما هي قضية إعجاز، والإعجاز يحصل من غير شيء، لكن هي أسباب عايز يربينا على معاني عديدة يجي منها المعنى بتاعنا النهاردة، معنى الإنفاق. إنه معاني الإنفاق الموجودة في سورة البقرة والتي فعلا لم تتكرر بهذا القدر في غيرها من السور، هي إشارة إلى أهمية الإنفاق مع كل ما ذكر في سورة البقرة، سواء صيام، سواء كان حج، سواء حديث عن الصلاة، سواء حديث في العقيدة، سواء حديث في احترام النبوة، وفي حديث في الإيمان بالبعث والنشور إلى آخره. يبقى فيه برضو حديث عن الإنفاق، كأنه الإنفاق لا ينفصل عن كل هذا. ما ينفصلش عن العقيدة، ما ينفصلش عن الإيمان، ما ينفصلش عن العبادة، فهو عمل صالح لا ينبغي أن يفوتنا. وإذا كانت العبادات بتنقسم لقسمين، جزء منها للإنسان وصلاحه وتزكية نفسه كالصلاة والصيام، إلا أن الإنفاق هو عبادة تزكي النفس وتنفع الغير. ولهذا كان نفعها متعدي،
وده أهميتها في الموضوع. فلما بنتصدق خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، جت على نفسي طب وبعدين، ونفعت الغير. فلما تعدى النفع للغير ممكن الإنسان ساعتها ينسى يمن. أحسنتي. ينسى فكرة إن عملت صدقة علشاني أنا أصلا بعملها علشان نفسي. أنا بعملها عشان الآخر، ده أنا بحمد ربنا أنه وقع في طريقي حد محتاج عشان أديله، فيبقى حافز إن أديله، فنفسي تزكو. فالمفروض إن أنا أقف عند هنا. هو بقى استفاد منها الحمد لله، دي منا من ربنا عليه، مش مني أنا، مش مني أنا، مش مني أنا. نمرة اتنين يا فندم، البعض بيعتقد إن أنا رزقت هذا الفقير، ولذلك بسم الله يقول لك إيه، أنا ما عادش معايا فلوس كتيرة، فهل لو وقفت الصدقة هقطع رزقه؟ احنا ما نقطعش رزق حد، لان احنا اصلا ما نرزقش حد، نحن اسباب يا فندم. حد بيشتغل مع حضرتك بعتهولنا عن طريقه، يعني ايوه، حد بيساعد مع حضرتك في البيت ولا بتاع، وبعدين اللي ساب او لاخر هيمشي. انا ما قطعتش رزق حد، رزق في النهايه، رزق في النهايه لا، الله يسوقه، بس الجمال ان يسوق الرزق من خلالي، ان يثيبني على اني كنت سببا. فما ينفعش اجي اقول للشخص ده بقى انا عملت لك، الحق اللي عمل لك هو الله. انا كنت سبب، انا واسطه، وسطني الله سبحانه وتعالى وجعلني وسيله ان اوصل رحمه ربنا ليك. فده امر بقى ما يمنش عليه، بالعكس ده هو اللي المفروض والله العظيم ان صح يعني هو اللي يمن عليه، يقول لي شفت انا كنت سبب فانك تاخد ثواب وثروتك تزيد طبعا وفي الدنيا وفي الدنيا جالك اللي لا يعني. هو القرآن دقيق وسبحانه وتعالى لم يغادر صغيرة ولا كبيرة، لدرجة انه خلاص احنا بنطهر انفسنا وبنجي للناس، بعد بقى ما نجي للناس اوعى تمن، اوعى تقول يعني زي ما تكون مرحلة لغاية ما توصل للآخر، ربنا مش سايبنا في ولا جزئية فيها. هو عايز حضرتك، انت عارفة احنا لما بنعطي الصدقة الله سبحانه وتعالى يأخذها بيديه جل في علاه، ثم يتولى رعايتها وتربيتها. انت متخيلها بالدايه يا فندم؟ يربي الصدقه. يا فندم يربي، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قالها بمعنى دقيق جدا، يربي مش بس يزيد، يربيها لكم كما يربي احدكم فلوه، المهر الصغير. اعزك الله، لما انا اجيب بقره بتلد فاجيب العجل بتاع الصغير ده بقعد اربيه واكبره. ربنا ولله المثل الاعلى بيكبرنا صدقتنا. انت واخد بال حضرتك؟ فهو عايز يقول لنا اوعوا تخلوني اقف عن التربيه. ما هو انا لما من ايه اللي هيحصل؟ تتوقف تربيه الله لصدقاتنا. مش بس كده، هل ممكن يعني، طب انا اسف جدا العجل وصل ست شهور ده هيوقف بقى عند كده وخلاص؟ قال لي لا، ده انا هزيلها خالص يوم هنمني يا فندم. اولا لن يتقبلها الله منا، ولو كان حتى بربيها لنا واحنا مننا بعد شويه ستقف التربيه، مش بس كده ده هيمحيها خالص. يعني المن يمحو اثر الصدقه تماما، سواء اثرها على النفس او اثرها في الحسنات. يعني الصدقه التي كانت ستزكي نفسي بالعكس ده هي زادتها تلوثا لما منيت. ما انا لما منيت خدت سيئه. طيب انا عايزه اخد يعني برهه كده او وقت في ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هو في حزن في الاخره؟ طبعا الحزن اشد ما يكون في الاخره، مش بس من الانسان العاصي، حتى من المؤمن. هيعض اصبعه ندما انه لم يزدد طاعه. لما يلاقي حضرتك الفكره مش جنه يا فندم ونار، الفكره مش انا دخلت الجنه وخلاص، هو لما الاقي نفسي انا قاعد في مكان وبيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 12 درجه، ما بين الدرجه والدرجه بين السماء والارض، والاقي حد تاني مرافق لنا بنفس الدرجه، ساعتها هعمل ايه؟ ده انا هندم اشد الندم. وعندنا الراجل اللي شاف الرؤيا ليته كان جديدا، ليته كان كاملا. الراجل اللي كان تصدق بتوبه القديم لما شاف عين الثواب، يا ريته كان جديد. فاحنا هنندم. طيب ولا خوف عليهم دي معنى ايه؟ يعني الخوف، الخوف هل مثلا اهوال يوم القيامه طبعا مش هيحسوا بيها؟ طبعا طبعا. هو حابب يتكلم على يوم القيامه 50,000 سنه. 50,000 سنه دي كفيله حضرتك بان الانسان لو ما دخلش النار كفايه عليه انه يوقف في حر نار الشمس. صحيح. هذه المده حتى لو دخلنا الجنه بعد شويه. هل تعلمي سيدتي من شده خوف الناس وهلعهم انه لا يعرف احدهم الاخر، وان الرسل انفسهم من شده الخوف والهلع، الرسل يا فندم، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم؟ قالوا لا علم لنا. خلي الرسل
شويه بقى لما يفوقوا كده وربنا نزل عليهم رحماته يبتدوا بقى يفتكروا بقى بلغنا وعملنا وكده، انما في البدايه لا. فاذا كان هؤلاء الرسل احنا نعمل ايه؟ شده الخوف. الصدقه يا سيدتي تظلل صاحبها فيكون بعيدا عن حر الشمس في هذا اليوم، وتطمئنه فلا يكون قلقا، كالصلاة والصيام. فكل واحد ربنا بيفتح له باب. أقلها إن أنا أفتح كل الأبواب دي بالفرائض، أديت زكاتي، صليت الفرائض بتاعتي، صمت رمضان، حجيت حجة الإسلام، عايز أوسع من هذه الأبواب وأعمل مظلة تحميني. سبعة لظلهم الله بظل عرشهم لا ظل إلا ظل. راح جاي منها إيه؟ والرجل تصدق بشماله، وفي رواية تانية بيمينه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. شفت السر إزاي؟ وإحنا بنتظل يعني بتظللنا الصدقة طبعا في طبعًا. يوم لا ظل إلا ظل طبعا منا من يظلله الصدقة، يظلله صلاته التطوعية، يظلله صيامه. مش بس كده، على الصراط حضرتك على الصراط منا من تجوز به صدقته، من تجوز به صلاته، من يجوز به ذكره. هيبقى زي طيارة تحمله صاروخ ويجوز بها. ربنا يجعلنا من كل هذا يا رب. اللهم أمين. احنا دي صور للآبار أعتقد يعني الواحد شايفها في مكان مفهوش. هو ده الجميل في الموضوع الحقيقي اللي يعني مش معمول بير وخلاص. يعني بص تلاقي مثلا رخامة ويافطة في مكان ما حواليهوش أي أنواع صحيح. يعني في قش وفي يعني مفيش صحيح. يعني دي الحاجة الوحيدة اللي طالعة كده في وسطه شوية. يعني بص لحواليه المنظر. هو اختيار المكان الحقيقة في منتهى الأهمية. إن الصدقة توصل لإنها تعمل، أو الصدقة الجارية بالذات انها تعمل بير ميه في هذا المكان وخزان نظيف يساهم في الناس دي تشرب ميه صحيه في بيئه اصلا غير صحيه. ده شيء الحقيقه في منتهى العظمه. وانا لو حطيته في مكان راقي ولا مكان يعني مش هيؤدي نفس الغرض. هو زمان كانت الناس بتحب تعمل الميه بس ما كانوش عارفين موضوع الابار ده، فكانوا يعملوا اللي هو الكولدرات والحاجات جنب المساجد في الشوارع العادية عندنا، وإحنا عماراتنا مثلا تبقى مليانة حنفيات بس الناس مش عارفة يعني صحيح. إيه هو ده كان تفكيرهم. فدلوقتي الحمد لله بقى في فكرة الجمعية اللي تروح تضرب في الأرض وتروح في حتة نائية إحنا ما نتخيلش إن إحنا نعرف نوصل لها صحيح. وتقوم واخدة منك الفلوس وتقوم عاملة في المكان اللي ما تعرفش توصل له. فدي برضو نعمة من نعم ربنا إن إحنا نعرف نوصل المية للأماكن دي طبعا. ونعمة الصدقة وصدقة جارية الله سبحانه وتعالى تقبلها من الجميع. اللهم أمين. إحنا النهاردة يعني كنا بنتكلم في فكرة النية واستحضار النية، وإنه إزاي إنه النية ممكن تفسد العمل وممكن تصلح العمل. فطبعا أساس الصدقات وأساس الزكاة هي النية. هل في فرق بين النية بتاعت الزكاة والنية بتاعت الصدقة؟ طبعا. زي بقى. وأنا أخرج المال من جيبي جيبي هنا بقى محفظتي بنكي يجب أن تكون النية حاضرة. زي ما هقف صلي ركعتين هتصليهم سنة الصبح ولا فرض الصبح أو يعني الفجر أو الفجر الصبح معنا واحد. هل يا ترى صليهم سنة ولا صليهم فرض؟ هصلي أربع ركعات سنة صليهم فريضة. فلازم أحدد نيتي وقت إخراجها. عشان كده حتى العلماء قالوا ما ينفعش إن أجي أقول لواحد عندك 1000 جنيه خلاص أنا أسقطتها من الصدقة، لأنك لما اديتها له أو أسقطتها عفوا من الزكاة، لما اديتها له كان في نيتي انها صدقه او انها دين. ما ينفعش اعدل النيه بعدين. فاحنا محتاجين جدا نعدل النيه والنيه تبقى واضحه. وانا بديها يعني كمان نيه الزكاة لازم تسبق حاضرة. لازم تسبق الفلوس مقترنه بيها. يعني ما ينفعش اطلع فلوس بعدين اقول ايه طب انا ممكن احسبها اللي فاتت دي من الزكاة. هتبقى صدقه انما تجوز صدقه هتبقى صدقه صدقه عامه انفاق على اولادي المرتب اللي بروح لاولادي يعني مثلا ده. طلعت فلوس اقول ما انا السنه دي طلعت كتير خلاص دي اقسمها من الزكاه. لا يجوز. لا بد ان تقترن النيه عند الاخراج. ايوه نيه الزكاه تبقى حاضره زي ما انا باجي اقول الفرض الظهر الله اكبر او في نيتي في قلبي الظهر الله اكبر يبقى في نيتي برضو العشر جنيه زكاه الالف جنيه دي زكاه. لو لم تتحقق هذه النيه هتبقى صدقه. لانه العلماء وضحوا هذه المساله باجماع لا خلاف على أنه لابد أن تكون النية مقترنة مع الأداء. الأداء فما ينفعش حتى أقول له واحد 1000 جنيه بتاعتك بتاعتي اللي عندك أنا خلاص أسقطها. اسكتها صدقة زي ما ربنا قال وأن تصدقوا خير لكم فنذرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. لكن أن تسكتها من الزكاة لا يجوز لأن النية لم تكن مقترنة عند إخراجها بأنها زكاة. ودي مسألة ينبغي أن احنا نبقى يعني حاضرة في ذهننا. الفلوس اللي بتتحط في المستشفى يجوز أنها تتحط من فلوس الزكاة ولا من فلوس الصدقة؟ يعني خلينا نقول الأصل
ان كل بند في سبيل الله لما كان علماءنا زمان بيفسروه بيفسروه بالجهاد او الغزو، ما كانش فيه وزارات للدفاع او جيوش بتاخد ميزانيه من الدوله والكلام ده، فكان مسموح بده. لما اصبح الوزارات والدنيا بقى كل حاجه لها ميزانيتها، اصبح في سبيل الله الابواب الخير المعروفه، بس تبقى نسبه ضئيله مش كل النسب. يعني ما نحطش كل زكواتنا مثلا في مستشفى ولا في رصف طرق ولا الكلام ده، يبقى نسبه منها. ليه؟ لان برضه الفقراء محتاجين ياكلوا ويشربوا الى اخره. طيب ماذا عند الكوارث بقى؟ ما يبقى عندي النهارده احنا بنعيش جائحه كورونا بمتحوراتها والعالم كله خائف ويكاد يكون مذعور. فما فيش مانع بقى ساعه الطوارئ دي ان احنا نحول جزء من زكاه مالنا للمستشفيات وللادويه والعلاجات والعمليات الى اخره. ليه؟ بتبقى طوارئ، بتبقى ضرورات، والضرورات تبيح المحظورات. وعندنا قاعده الامر اذا ضاق اتسع. ماذا بقى لو احنا عايزين نخلص ونعمل المستشفى، بنجهز مثلا مكان للولاده ولا مكان لعمليات ولا خلاف، والسرقات مش كفايه وعايزين نشتغل، يبقى لا مانع ان ناخد جزءا من الزكاه. لكن الاصل ان تبقى من السرقات افضل، وحبذا لو كانت بنيه السرقه الجاريه، لان حاجه قاعده. طيب في ناس تقول لك يجوز انه الزكاه، طبعا من يعني شروط الزكاه انه يكون عدى عليها الحول. في ناس تقول لك طب وانا ما ينفعش اطلع الزكاه بدري سنه؟ النبي الكريم حسم هذه المساله لما جاله في سنه 9 وفود عديده، اسمه عامل وفود، وفود عديده، ولم تكن الصدقه تكفي او الزكاه الموجوده او بيت مال المسلمين يكفي ساعتها انه يطعم هؤلاء، امر سيدنا العباس بان يطلع الزكاه، فقال له انا طلعتها يا رسول الله، قال له طلعها سنتين مقدم. فاخرجها عامين قابلين مقدما. فلا مانع اطلاقا من اخراج الزكاه قبل موعدها. واجي اقول والله انا خرجت 10,000، طب اما اجي في رمضان اللي جاي بقى اشوف انا عليا ايه. لقيت عليا 12 اطلع الاثنين الباقيين، لقيت عليا 9 وطلعت 10، اللهم لك الحمد، وهكذا. طيب في ستات بتكلمنا وكده مش بيعرفوا يحسبوا قوي، يعني تقول لك انا بطلع زياده تحسبا، انا مش بعرف احسبها بالظبط، ومش يبقى مثلا جاي لها دخل فمش عارفة تحسبه، ده إيه اللي عدى عليه حول وإيه اللي ما عداش. بيبقى الموضوع عملية حسابية معقدة. فتيجي كل رمضان تقوم مطلعة على اللي موجود وخلاص. ده أجمل حاجة. وده أسهل الآراء والأقوال، إنه إيه؟ إنه اللي ما يقدرش يحسب إمتى جالي إيه، إمتى جالي إيه، باعوا إمتى ودخلت إمتى، يبقى نيجي على شهر زي رمضان وقال والله أنا معايا 100,000 جنيه، علي 2,500، يلا طلعت منهم خلال السنه 2000 بنيه الزكاه، بقى عليا 500، او طلعت ال 2,500 يبقى متشكين خلصت اللي عليا. فده اسهل طريقه. اللي عنده طاقه ان يعرف لا دخل حسابي 100,000 في شهر رجب، 100,000 ثانيه في رمضان، يبقى طلع في رجب على ال 100,000 اللي دخلت في رجب. بس هي عمليه صعبة. فعلا صعبه على الناس. فالعامه او اللي مش هيقدر يحسب حساباته، الاحسن والايسر اوحد راس الحول بتاعي، وليكن شهر عربي زي رمضان او ذي القعده او ذي الحجه، ايا كان لازم شهر عربي، شهر عربي اطلع فيه كل سنه، احسب فيه كم، اشوف انا معايا ايه. اللي عندي اطلع في اطلع عليه 2.5%، اللي صرف الصرف، واللي قاعد قاعد، فاللي قاعد اطلع عليه 2.5%. طيب ورمضان شوف انا ببدا السؤال عن رمضان بدري شويه، بس معلش جت الاحسن ان انا اطلع فيه الزكاه ولا الصدقات؟ الاثنين يا فندم، سواء هطلع الزكاه او اطلع الصدقه، كل الاعمال بلا استثناء في شهر رمضان زي الايام الفاضله كده في شهر ذي الحجه بتضاعف بما فيها الفرائض، كله بيتضاعف، فلا حرج اطلاقا ان اطلع زكاه واطلع صدقه. بس احنا دايما يعني بنقلق من حته ايه؟ ان اقول يلا نطلع في رمضان عشان الفضل، فاجي الاقي نفسي مثلا كمؤسسه او جمعيه خيريه زي البر والتقوى او الكلام ده كله، الاقي نفسي في شعبان مش لاقي اصرف على الناس المرتبات بتاعتهم الغلابه، الاقي مش عارف اصرف. ايوه الناس ساعات تقبل قوي في شهر واحد وبقيه الشهور لا. صحيح صحيح. فتلاقي فيه جفاف زي الوقت كده، الوقت ده تلاقي فيه جفاف كده. ليه؟ لان الناس مستنيه ما تبقى تطلع في رمضان. طب الناس اللي بتاخد مرتبات شهريه او مساعدات شهريه عشان ابقى دقيق، مساعدات شهريه دي، والطلبه اللي دخلوا جامعات ومدارس ولا الى اخره، الناس اللي عايزه تاكل وتشرب، الاسقف اللي لازم تتعمل واحنا في مطر، البطاطين اللي عايزين توزعها وانت في مطر وبرد، هتقولي الناس استنوا رمضان اما رمضان يجي؟ صحيح. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، بشكركم على حسن المتابعة، أشوفكم على خير بكرة بإذن الله.